لا شأن لكم بي أن أكون صالحا أن أكون طالحا، لأنني على يقين من أن علماء السنة مثلما يفعل معي علماء الشيعة الطوسيين سيحاربونني وسيتهمونني وسيقولون عني ما يقولون. في الأيام الماضية ربما كانوا يشجعون الشباب السني على متابعة هذه القناة، لماذا؟ لأنني أفضح الشيعة الطوسيين، لكن إذا وصل الأمر إلى فضيحة السنة السقيفيين إن القضية ستتخذ اتجاها آخر. لا شأن لي بكل هذا، لو كنت مهتما بهذا الأمر لاهتممت بما فعله بي ويفعلونه معي أبناء جلدتي. لقد هجرت مذهب آبائي وأجدادي ولا أزنه بفردة نعلي العتيق الذي رميته في المزبلة، فلا أبالي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء. ألا لعنة على السقيفتين، على سقيفة بني ساعدة وعلى سقيفة بني طوسي.